الله يجبر بخاطرك يا سارة بولد أحلى منك يا رب. احترت والله حيرك يا أبو العز، هذا التاجر بده يحمل البضاعة كلها قشة لفة وبتمن منيح، بس والله مبين من لافته على البضاعة ناوي يخبيها ويرفع سعرها، وهيك بكون أنا سلمت رقبة العباد. وش كان تركناها مشان نبيعها رح نبيعها بالدين، وبالدين يعني راحوا الناس اللي ما معها تشتري ما معها تسد. شو هالقصة هي؟ بالحالتين خسرانة، مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسي وكل لا تشبع. شو هالعيشة هي؟ أحسن شي شاور أبي. سارة أنا طالع قاطري. كمان ناقي حجرين شبة وصابون تحلاقة. حجرين شبة وموسين ثلاثة نمساويات. هذا الموس ما عاد مشي، حاجته جلخ مشيف وكالونيا وبشاكير. الله يعطيكم العافية. أهلين أخي وعليكم السلام. يا أبي أنا خلص رح سكر دكانتي. مو وقت يا أبي، مو وقت يا أبي. عم أخسر كل مالي لورا، الدين لفوق راسي. لك يا أبي إني كم يوم بدهم يمضوا، ناس هم لاقي تاكل حرام عليك، نجي رح نزيد عليهم. ايش وما عاد صفي غيري يا بي، ما عاد صفي غيري، روح شوف التجار، اغلب التجار صارت بيوتها مخازن للطحين. اي والله يا بي، هاي التجار عم تهبش هبش، شي مو طبيعي، يخرب بيته. سمعان يا بي، سمعان. انت مثلهم شي يا بي؟ لا يا بي، لا اكيد مالي مثلهم، مالي مثلهم، بس مو انه بيعبر راس مالي. والله خساره هي، مو خساره هي لك عصام. معلوم خساره، خساره ونص. لك ابي خساره ما قلنا لا، خساره وباينه كمان اذا بدك، بس انا وعصام تربح لا تصير مثلهم، تربح تطمع ولا تخسر. انا عم اقول لك خسار والله بيعودك ابي، معلش. لا وفوها ما حدا عاجب. والله بعرف اخي، بعرف. مزبوط يا ابي، مزبوط، الله بيعوض والله عوضني. اليوم اجاني تاجر بده كل البضاعة قشة لفة، اجت على ايديها ورجليها. بيع اخي، بيع وارباح، خلصنا بقى. لك والعالم، لك ابي، هذا التاجر اللي جاي ياخذ بضاعتك من الدكان كلياتها قشة لفة مثل ما عم تحكي، بده يربح اكثر منك. اذا انت حتربح فرنك هو حيربح ليرات. لك فهمها، يحطها براسك. هو بده يربح جوع الناس، حيجوعهم ليربح. انت شو حتربح من الجمل اذنه؟ لا وحتصير شريكه بجوع الناس. اعطيك كلمه. لا يا بي، مع انه دفع لي سعر عجبني كثير، بس ماني عرفان شو بدي اعمل. شو اعمل عصام؟ ليش ما بعته؟ ليش؟ خفت. من شو بالله خفت؟ من ابوك ولا من غلطك؟ من اثنين يا بي. انت سدوا عصام، خلصنا بقى. شوف ابي، اذا لقيت هيك مصلحتك روح ابي، اعمل اللي بيحلالك. شو ببالك عميل؟ لا تعمل حسابي، خلصنا. انا حطنش اعمل حالي مالي دريان منيح. وما بتزعل يا بي؟ لا خلص، عم يقول لك روح بيع، ما رح يزعل. انت عندك كوم لحم كمان بدك تطعميه. يلا قوم قوم بيع. بشلي شويه عدس وحمص مصفيها لعندنا بالبيت. خذ على الزبون يا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يرزقك من عالي. خير تقبل لي شبك؟ رحنا نشاور ابي مشان الدكان، ما اعطاني مشوره وزادت حيرتي. حيرت شو؟ شو في؟ الشغل عند مني كله خساره بخساره، واللي عم يجي لعندي عم ياخذ ارضه ودين ما عم بقدر رده، واليوم اجى التاجر حط لي حق البضاعه كلها قشه لفه وفوقها حبه بركه. هي ما اسمها حبه بركه، هي ما فيها بركه ابنه. حبه البركه اللي حط لك اياها بكره رح ياخذها من عيون الناس الطفرانه بدل القرش عشره. وانا شو دخلني؟ شلون شو دخلك معتز؟ ما انت عم تعاون هذا التاجر ليأذي الناس، الناس اللي هن اهل حارتك. بس يا ساره، ابن عمي معتز عقيد الحاره اللي كل الناس
بتعتبره سند لإلها وظهر لإلها. معتز اللي بيقدم روحه وما بيدين حدا. معتز ابن حارة الضبع وعقيدة، ما بيعاون واحد تاجر على أذى أهله وناسه مشان شوية مصاري. بشير بركي لازم طحين. قلنا كيسان وطحين ما في غيره مرزوق. طول بالك مش معصوم. شو قلتوا لك سمعوا؟ طول بالك ابو العز. لا تستعينك بالعز. بس تستعينك بالعز. بس تستعينك بالعز. بس تستعينك بالعز. روح على محلك هلا بيجي لعندك. روح. مرزوق. تعال سمعوا تعال. خذوا على بيته. ما بدي. خلاص امشي عم قلي لك. عصفور. لك هي عصفور رح تمشي. يلا يا عشان خلصت. هاتي عندك يا سمي بسمي. يلا 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 خلصوني يلا يلا. لك ايش بنا ايش بنا؟ اي والله الحق معي يا بي. لك ابي شو نعمل يعني؟ ما نروح. لا ايوه شو ما نروح؟ ما بصير. سجولي عم تستنانا بالمحكمة عند القاضي الشرعي. خلوه عندي وروحوا. جيد روح البسي بعد خلصيني يلا عم استناك برا انا يلا. لك ان شاء الله بيقبرني الزعيم انا. مين؟ هو يا ابي. اي والله يا عمي بتقول هيك صار معنا شو بدنا نساوي؟ هينا خالي خالي شبك عم تحوص مثل الحرتون هلكتني. بدك شيء؟ بدك تحلق يعني؟ لا شو ما بدي احلق خالي. ايه معناها احلق منو؟ خليني اعرف كفي الزبون. لا حول ولا قوة الا بالله. لا تاخذنا عمي. لا خلص طوق من ايدك. نعيما عمي خالصين. الله يلعن عليك شكرا. أنا ليك نعيما. الله يلعن عليك. معوضين. مع السلامة. لك شبك؟ شبك شو قصتك؟ احكي. خالد قديم لك ربع ليرة؟ شو؟ ربع ليرة؟ ايه شبك؟ عم لك بدنا ندين فرس؟ لا ادين فرس أحسن. هدول ربع ليرة. خمس فرنقات. شو عم تحكي أنت؟ شبك خال؟ معقول خالي معتز يعطيني فرس وأنت ما تعطيني ربع ليرة؟ والله يا خالي كل برغوت على قد دماته. وانت دماتك كتار خال. يلا هات الربع ليرة وبترجعه. اول خميسية بشغلي بسد لك يا خال. اول خميسية؟ لك ايه خال مثل ما عم قلها. لك تسلم لي يا الخال. شلون تطلع من تمك كرم عينك. غض نظر شوي سيك يسلم لك الدنيا خال. الله يخلينا يا الله يسلمك يا خال. هذا سليم ما بيشتغل ولا عنده خميسيه. لك ملف لي؟ لا كثير هيك كثير. لك سليم